الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتهل علينا في هذه الأيام المباركات ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، والتي نتنسم عطرها الذي يضفي على النفس راحة وسكينة وأمنا ورحمة وسلاما وخيرا كثيرا. ونحن إذ نحتفي بميلاد خير البرية يستوقفنا أمران: الأول أن هذه الذكرى العطرة تمدنا بمزيد من الأمل والبشر، وتشد على أيدينا وسواعدنا في مصر والأمة العربية والإسلامية كي تتوحد كلمتنا وتنطلق مساعينا نحو إعادة بناء ما تهدم واستعادة الروح المحبة للحياة والمقبلة عليها. والثاني أنه لا بد من ترجمة هذا الاحتفال وذاك الاحتفاء بالتأسي بأخلاق صاحب المقام الأرفع صلى الله عليه وسلم، وأن يرى الناس منا أخلاقه وأفعاله، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه قرآنا يمشي على الأرض، وكان أحسن الناس خلقا، فقد مدحه ربه سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم.